كما كتشوفوا حوالي 84,000 اللهم بارك فمعلوم تصوروا تمام كاين ديما التمن كاين التمن كاين كاين التمن كيقولوا فيه 90 الحولي ديال 54 كيقولوا 30,000 الحولي تبارك الله حيت قريب العيد السلام عليكم اصدقائي في فيديو جديد واليوم جديد كما كتشوفوا معنا حاليا كتوجدوا سوق انسان غادي نحاولوا نشاركوا معكم ديال الحواله حاليا العاصمه ديال السوق ديال الحواله سوسيين هو انسكان السوق معروف بالمعزي ومعروف بالحواله اللي عليكم هو تبع الفيديو من البدايه حتى النهايه اشتركوا بالقناه ديالي تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد وكتبوا لينا في التعليق اش من السوق بغيتوا نصوروا اي سوق كتبتوا في التعليق غادي نمشي نصوروا ان شاء الله بحول الله فرشة ممتعة وكما كتشوفوا اللهم بارك هذا هما الحوالة ديال سوق انسكان حاليا كنتواجدوا في انسكان اللهم بارك شباب حوالة ديال الشباب ممكن تقول لنا سيدي الثمن كل واحد وثمنه شحال كاع الغلا على حسب الثمن الغالي عندك 74 اذا كما سمعتوا قال لكم بين 54 حتى 50,000 اذا كاينين الحواله 50,000 و 74,000 اذا انا رايي الثمن عادي جدا الثمن مناسب 74,000 كاينين بعد الحواله ما اكتشفت خاص في زكان الزياد 94 95 حتى 5,000 درهم اذا هذو الحواله اللهم بارك الثمن مناسب انا رايي الغلا ما كاينش وفي نفس الوقت راكم عارفين الناس الانتاج الانتاج الخاص ديال الحواله راكم عارفين الكسيبه كي دايره العالف وبزاف ديال الحوايج اذا الا شفتوا شحال القمه ديالهم شحال ربما ربما تقريبا سنة كيعلفوا سنة حضور الناس من الجنة والناس يديروا المجهودات ديالهم باش يكبر الحولي باش يجيبوا السوق إذا نتمنى إن شاء الله تستمروا معنا الله يحفظك إذا هذه هي انسكان سوق انسكان كل ما كان فيه الحوالة ها هو غادي نحاولوا ندخلوا نشوفوا المكان اللي فيه الحواله كما كتشوفوا الحواله تبارك الله اذا سوق انسكان طويل تبارك الله وفي نفس الوقت العرض ديالو كبير اذا كتعرفوا الحواله كاينين وكاين المليح المعزي حتى هو كاين موجود بخير تبارك الله اللهم بارك اذا غادي نحاولوا نصور لكم مزيد ان شاء الله هذا هو المعزي40,000 اللهم بارك ايوا انسكان هو هذا سوق انسكان اللهم بارك غادي نحاولوا نشاركوا معكم المزيد ان شاء الله بحول الله السلام عليكم واخا نصوروا ماشي مشكل الله يحفظك اخويا كما كتشوفوا الخير والبركه ديال الحواله دابا شحال الثمن اسيدي؟ كله تمام شحال كاع الثمن دابا؟ 70 70 60 56 100 ما كاينش لا 5000 اذا كما كتشوفوا معنا اثمنة عادي جدا 50 60 70 اذا الثمن مناسب اذا داكشي اللي كيقولوا 10,000 درهم راه ما كايناش بعض الناس كيقولوا كاين الحولي ب 10,000 درهم 160,000 على حسب الغلاء المعيشه انتم كتشوفوا 70,000 80,000 بطاطا الله يسخر اخويا 80,000 الثمن مناسب
والله 70 راه رخيص. رخيص 70. اه رخيص تبارك الله. اذا ايه تبارك الله واخا تبان معنا ماشي مشكل. دابا اش غادي تقول لينا انت على حسب سوقين زكال على حسب الثمن؟ حسب الثمن طيح الثمن. طيح. كاين بعض الناس كيقولوا لا طالع الثمن. لا طالع الثمن طيح. لا 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 الثمن طيح الثمن. ياك. لان دابا العيد بقات لي ربما اسبوع. غادي تبيعوا بهذا الثمن ولا غادي تزيدوا في الثمن؟ الثمن ما دايرش غير دابا تبقى العيد اربع ايام غادي تزيدوا؟ هو ما كاين ما يزيدوا نزيدوا بزاف السوق ما كاينش. تماما كما كتشوفوا. ما داير والو ما يسكن. مول الحواله قال لكم بانه الثمن ما كاينش اذا الثمن اللي باغين هما شحال كاع تقريبا انت بغيتي تبيع الحواله ديالهم الثمن ديالهم؟ 70 72 72 واذا هما شحال كيحطوا؟ كيعطوا 50. تماما اذا مع الاسف الشديد قال لكم كيحطوا 50 تقريبا 60 في هذه الحواله وهو كيطلب 70000. شكرا لك اسيدي التوفيق ان شاء الله بحول الله. مشيو اخوتي شوفوا الحواله هذا سوق زكان اللهم بارك اذا موجود الخير تبارك الله. الحواله الحواله سيدي حيت بعد الكسابه بعد الكسابه كاعين باغين الثمن باغين الفلوس. باغين الفلوس راكم عارفين الفلاحين والناس اللي كيديروا الانتاج ديال الحواله باغين الفلوس. هما باغين يكونوا ملياردير يبغوا الفلوس كثيره هذه هي الاحلام ديالهم ونتمنى الاعجاب ديالكم ونتمنى الحواله يعجبوكم. كما كتشوفوا تبارك الله شي حد يقول لنا الثمن ديال الحواله واخا كاينه 45 46 45 46 هي اللي كاينه. شوفوا تبارك الله الثمن رخا لا كيفاش؟ ياك 60 65 على تاع 60 هذه هذاك الشيء كيبان ليا لا لا كثار كثار هذا كثار. قول لي هذوك الحوالي ديال اسبانيا كيقولوا ما مزيان هذاك الشيء الحموق بحال هذاك الشيء ما خدامش لا لا اش غادي تقول لبعض الناس اللي غادي يشاهدونا دابا خاص فهاد اللايف بالنسبه النصيحه ديالك الحوالي ديال اسبانيا يدو السردي السرد احسن من ديال اسبانيا تماما هذا شخص محترف خاص في الحواله قال لكم بانه ديال اسبانيا صعب جدا. بعد الناس اللي غادي يشوفوا الله اعلم اذا كل واحد كيحتار رايه فقط. اذا كما كتشوفوا اجواء ممتعه اجواء رائعه جدا اثمنه كما قلت لكم 50 40 60 70 80 اذا حاليا باقي ما وصلناش لحولي ديال 5000 درهم غادي نبحثوا غادي نشارك معكم الحواله ديال 5000 درهم خاص فين سكان استمروا معنا.